منصات الإطلاق والصواريخ والمسيرات في كل الجبهات تهيئت في مواقعها وتنتظر فقط الأمر يعني. زين. أنا أعتقد يعني. يعني كل شيء محضر الآن. كل شيء جاهز. إيه. مجرد فقط يا زهراء وينتهي الموضوع. بس يا زهراء ويدوس دقمة فقط. السبب ليش تأخرت يعني؟ لا بس توقعك توقع متى؟ أنا أتوقع يعني على أبعد تقدير اليوم. اليوم. إيه على أبعد تقدير. يعني اليوم ليلة. ليش؟ إيه. يعني هم الآن من أكملوا منذ اليوم الثالث هم أكملوا كل شيء. آه. هذا التأخير كان مثل ما قال السيد حسن نصر الله جزء من العقاب. هذا التأخير تعرف شد أعصاب وإنهاك للدفاع الجوي وإنهاك لقدرات الخصم في المراقبة وإنهاك لهذا الطاقم الكبير اللي يعمل ليل نهار على مدار الساعة من أسبوع ولغاية الآن. زيح. وصل إلى درجة يعني بيها إجهاد كبير جدا. يعني وسائل المراقبة ليست سهلة. وسائل المراقبة قضايا تقنية ويحتاج لها مراقبة دائمة على مدار الساعة والدقيقة لا إخفال لأي هدف يتم. شفنا اليوم التست اللي حصل عندما قام حزب الله بإرسال طائرة إلى منطقة نهارية وتمكن من إصابة الأهداف فيها إصابة مباشرة لأول مرة.